اليوم نعول على كل واحد وهو في المنصب نتاعو من الجندي البسيط إلى ما أعلى. مهمة شريفة الدفاع عن الحدود نتاعنا ضد الإرهاب، ضد المهربين، وضد حتى عدو كلاسيكي، لأن الجزائر هي أقوى دولة في المنطقة، أقوى دولة برئاستها، بحكومتها، بالمؤسسات نتاعها كلها، وبالجيش الوطني الشعبي نتاعها اللي برز وثبت وبرهن باللي هزم الإرهاب كيما جدودنا وبينا هزموا فرنسا أثناء حرب التحرير. وكل الفضل يرجع لكم. ثم جيني وليو يتجرؤوا يقول لك باللي الجزائر دولة عظمى، أو الجزائر دولة عظمى. علم من تكذبوا، علم من قاعدين تكذبوا. الجزائر مي عظمى ما والو، عندها جيش في حالة، عندنا جنود مساكن ياكلوا في الصبة كي المحابيس. ها روحوا تشوفوا ذوك الناس يبعثوا تصاور، وكاينين الناس يبعثوا لنا تصاور نخلعوا، والله نحشم نحطهم في فيسبوك على خاطر نخافوا يجري وراهم خطر اخرى متابعات امنيه وكاش ما يصرى لهم مساكن. ناس في الحدود يضربوا في المقارونه البيضاء اللي الحق عليها، واحد يضرب في البيض واحد يضرب في الاخر، ويقول لك عندنا جيش قوي. والله ما عندنا لا جيش لا قوي لا شعر. جزائر حق ربي العالي العظيم راهي غير تصدم علينا اي دوله ضعيفه، خلاص تصدم علينا مالطا نسوفريو معاها.